أقول لكم بصدر عامر بالشجون، إذا ما وصلنا إليه نحن مهندسي العقول وربابنتها، وجهوا بوصلة المعركة نحو مسارها الصحيح رجاء، ولا تستنفدوا جهدكم للنقاش والجدال حول سفاسف الأمور وأبهتها. لا تناقشوا مخرجات حوار خرجت مشوهة لأنها نتيجة تزاوج الأشقاء، تزاوج بين حكومة محكومة وقيادات بيروقراطية مخدومة، وحاصل زواج المحارم هو ولد مشوه يسمى بهتانا حل، ونحن في حل منه، لا لأننا نرفض الحلول ولكن لأننا نرفض زواج الأشقاء. أيها السيدات والسادة، لقد عاينتم بعض وسائل الإعلام المأجورة كيف تنزل مقاطع فيديو وتضع لها عناوين تسقطها مظليا، والحقيقة ملفلتة ما بين مضمون منزل وبين عنوان مغفل. لقد عاينت بأم عيني هاتين وسيلة إعلامية مأجورة نزلت فيديو واختارت له عنوان قالت فيه: الحكومة تقدم حلولا لإنقاذ الموسم الدراسي وعودة أبناء الشعب إلى فصولهم الدراسية. تمعنت في العنوان جيدا، لا لأنني لم أفهم عمقه، بل لأنني تساءلت كيف تحولت وسائل الإعلام من تقنية علمية، أو إن شئتم القول جدلية التقنية والعلم، إلى أداة إيديولوجية تزخرها الدول لمغالطة الرأي العام وتوجيهه عاطفيا وممارسة السيطرة على العقول. وفهمت حينها عمق ونهج القلم الإعلامي المأجور لما حضرني بير بورديو السوسيولوجي الفرنسي الذي عانى بتحليل الخطاب والخطاب الإعلامي، خصوصا لما قال في كتابه التلفزيون وآليات التلاعب بالعقول: الصحفي ليس مؤثرا في حد ذاته، بل هو نفسه متأثر بمقتضيات السوق، المقصود يعني المطلوب في السوق لدى القراء. حين استوعبت حسب تقديري الخاص طبعا أن حلقة جديدة من حلقات المعركة قد بدأت للتو، وهي معركة مغالطة الرأي العام الوطني وتهيئته عاطفيا لمهاجمة نساء ورجال التعليم في مستقبل الأيام. إنها لعبة السياسة الفاسدة المقيتة، وقد حذرنا فيلسوفنا اليوناني أرسطو لما قال إن خطاب النخبة السياسية يقوم على قدراتهم الخطابية الخطابية وليس على الالتزام بقواعد المنطق. وقد تبنى قوله السوسيولوجي الفرنسي غوستاف لوبون في كتابه سيكولوجية الجماهير حين قال إن السياسي حين يستخدم المنطق في خطابه يضحي بجانب نجاحه السياسي، بل إن السياسي حسب غوستاف لوبون طبعا الناجح هو من يقوم في خطابه على التجيش والتحريض اللاواعي للجماهير. إنهم يسخرون أقلامهم المأجورة الآن لتغليط الرأي العام عبر تقزيم مطالب نساء ورجال التعليم في التجميد وتوقيف الاقتطاعات من الأجور وكذا الزيادة فيها، متناسين عمدا أن مطالب نساء ورجال التعليم جوهريا تكمن في إدماج إخواننا الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد وإنصاف كل الفئات المتضررة المزاولة والمتقاعدة المتضررة بحكم طبيعة الحال المخططات السياسية الطبقية التخريبية المتعاقبة، وكذلك طمس مثالب نسق الترقي المجحف. إنهم يهيئون الرأي العام عاطفيا لشيطنة نساء ورجال التعليم حين سيخرجون عبر حواراتهم المغشوشة فتاتا من فتات، وجعل نساء ورجال التعليم هواة صناعة الفتنة بعدم قبولهم فتاتهم، وبعد ذلك يمرون لمخططات الهجوم عليهم بعد أن يستمد الشرعية من شيطنة الرأي العام لنساء ورجال التعليم، وحينها فقط تصبح لأكذوبة جهات معينة تقف خلف الاحتجاجات مشرعنة بتلكم المغالطات. أيها الشرفاء والشريفات، وجهوا سهام النضال نحو مواجهة مضادة للتنوير الرأي العام بمقالات وفيديوهات وكبسولات توضحون فيها مطالبكم الجوهرية البعيدة مدى السنوات الضوئية عن فتاتهم. لا تنكبوا خلف الانتحاض والسخط من فتاتهم، فالسخط لن ينفع ومدته ساعة، والسخط من فتاتهم والآن لن ينفع كما قلت. استهدفوا رأس المغالطات واقطعوه بسلاح التنوير والتوضيح الإعلامي عبر وسائل الإعلام الحرة، ونناشد كل القيادات الإطارات المناضلة لبرمجة ندوة صحفية وطنية يتم عبرها تنوير الرأي العام الوطني وإزالة غشاء المغالطة من أمام عينيه، والمجد للقابضات والقابضين على الجمر في زمن الهوان والإنهزامية. تحية الأستاذ صاحب هذا الأوديو، وصلني في الواتساب وفضلت يعني اختارت باش نشارك معكم بالطريقة ديالي، ونتمنى إن شاء الله باش ينتصر. وكما قال الأستاذ نوجه السهام ديالنا يعني التوعية ديال الناس ديال المجتمع المدني،
خصنا نوعيهم جمعيات الآباء والمجتمع المدني ككل. تحية للجميع.